تعالوا بقى نروح لتصريحات كولر بالامس اللي عبر فيها عن سعادته بتولي مسؤوليه القياده الفنيه للنادي الاهلي وايضا العمل داخل منظومه نادي القرن في افريقيا وصاحب الشعبيه الجارفه في الشرق الاوسط وافريقيا على حد تعبيره، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح مع النادي ان شاء الله وكمان اسعاد جماهيره الكبيره في كل مكان. قال كمان ان هي تجربه جديده وتحدي كبير بيتطلب من الجميع التعاون والتكاتف والالتزام بروح الفريق حتى يتحقق النجاح، وأشار إلى أنه عمل لسنوات طويلة في ألمانيا والنمسا ويدرك جيدا أن التدريب في نادي بحجم بطل إفريقيا سوف يكون أمرا مختلفا للغاية ويتطلب المزيد من الجهد والعمل، وإحنا بدورنا أكيد بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. بص، هو برضو اتكلم عن نقاط تانية كريم مهمة جدا، اتكلم وقال أنا بدأت أن أنا أعرف الفريق بشكل يعني أكبر شوية، لما بشاهد اللعيبة كمان على أرضية الملعب ولما أشوفهم باستمرارية هقدر أكون وجهة نظر عن مستواهم الفني. عنده كتير من الملاحظات، اتكلم برضو أنه هو عنده كتير من الملاحظات اللي هتكون بداية عمله مع اللاعبين الفترة اللي جاية، واتكلم برضو أنه هو مش هيتكلم عن هذه الملاحظات دلوقتي أو على الملأ، هو هيبقى الحديث بينه وبين اللعيبة، لأن مهم جدا أنه هو يتكلم مع اللعيبة الأول وينقل أفكاره الأول ليهم وبعد كده يبقى يعلن ده على الملأ أو يقول رأيه على الملأ أو يعمل مؤتمر صحفي ويصرح ببعض النقاط. واتكلم في ده أن ده يمكن ليه شوية أو الناس علقت على هذا التصريح، ده ممكن ليه علاقة باللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هي البعد النفسي. أيوة. فده ذكاء برضو من طبعا كولر كبداية مع النادي الأهلي. برضو كان في شوية ناس اتكلموا كده عن فكرة ان كولر كان مبتعد لفترة عن الملاعب وعن القيادة الفنية، فهو الحقيقة حسم الكلام في هذا الإطار ورد على الكلام ده وقال أنه خلال العامين الماضيين خضع لجراحة في الركبة وده خلاه يبتعد إلى حد كبير عن التدريب لفترة، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا. هو كان قال أنه هو من الناس اللي بتاخد بالها شوية زيادة فيما يتعلق بمسألة الإجراءات الاحترازية وده كمان ساعد أكيد في ابتعاده عن الملاعب، لكن أكد أنه استغل الفترة دي فترة التوقف أو الابتعاد دي في مشاهدة الكم الأكبر من المباريات بشكل أكبر بكتير ودراسة وقراءة أكتر من طريقة جديدة للعب وأساليب مختلفة بيقدر من خلالها يعني يطور الفرق بدنيا وأيضا فنيا، وقال أنه عمل خلال هذه الفترة على تطوير طريقته الشخصية في التدريب والوصول إلى أفكار جديدة من أجل قيادة الفريق للفوز بالبطولات في الفترة الجاية إن شاء الله. وتاني نرجع ونقول خير ان شاء الله. بص يعني احنا مش هنطول مع حضراتكم، لكن هو كان ليه بعض التصريحات المهمه اللي يعني هنعدي عليها برده سريعا. قال لك برده عن البطولات لما حد كان بيتكلم معاه عن قصه البطولات وان النادي الاهلي يعني النادي الاكثر حصولا على وحظا للبطولات سواء في افريقيا يعني او بنتكلم في الشرق الاوسط كمان وطبعا في مصر ده شيء بديهي. فقال لك انا عارف اصلا الطبيعه بتاعت هنا الجماهير، والنقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها ان احنا فعلا احنا بنبقى ممكن حاصلين. انت فاكر وقت الثلاثيه؟ ايوه. لما كنا في الثلاثيه انا وكريم كنا مع حضراتكم عن الهوا تاني يوم على طول ولقينا الهاشتاجز طالعه والناس كاتبه يلا اللي بعده يعني قالك اقلب الصفحه ما كده برضو صعب. يعني الواحد طبعا لازم يبقى فاهم ان هو النجاح او الصعوبه مش قصه النجاح، الاستمراريه طبعا. لكن لازم برضو لما تحقق حاجه كبيره لازم تاخد وقتك وتفرح. يمكن احنا عشان التلاحمات وزي ما كريم كان بيتكلم ان احنا عندنا او احنا بنشارك حظنا احنا بنشارك في كل البطولات فما بيبقاش عندنا وقت قوي نفرح، لكن دي طبيعه لازم اي مدير فني يبقى جاي يبقى فاهم ده يبقى عارف ده. ويمكن عارف مين من المديرين الفنيين اللي كان فاهم ده قوي بس يمكن ما كانش عاجبه قوي؟ فايلر قال لك فاكره التصريح ده كويس جدا. فايلر كان ليه تصريح قال لك انتوا بتطالبوني ان انا افضل افوز في كل المباريات وده بيحصل بس في البلاي ستيشن. فكان تصريح مشهور يعني هو بيقول لك فرهد اي مدير فني في وجماهيره فرهد اي ما بقول لك هي مهمه صعبه هي مهمه صعبه جدا وزي ما بيتقال كده كمان كولر عليه ضغوطات اكبر بكتير كمان لان زي ما بيتقال كده انت بعد موسم مش حلو ابدا وموسم مش الافضل وموسم شويه محبط
لبعض الجماهير، فاحنا منتظرين وعندنا امال كبيره في هذا الرجل، فالامال اللي بتبقى محطوطه دي بتبقى ضغوطات. فبالتوفيق لكولر، هنستمر بحضراتكم طبعا لغايه بدايه الموسم. حلو قوي برضو ان هو جه في فتره مناسبه، فتره التوقف دي اكثر من رائعه يعني، محظوظ عليها. لا بنتكلم عن سواريش ولا بنتكلم حتى عن موسيماني، موسيماني برضو لما جه انت فاكر جه في ضغوطات كانت صعبه جدا. فلا ان شاء الله خير، وفكره ان هو يتحدث عن البطولات وعن طبيعه الجماهير برضو الاهلاويه، فده في حد ذاته يدينا مؤشر ايجابي جدا ان الراجل ده جاي وفاهم احنا عاملين ازاي وفاهم النادي طبيعته عامله ازاي. فبالتوفيق يا رب ان شاء الله. ربنا يسهل، وفعلا في حاله عامه من التفاؤل كده. وبعدين ساعات بيبقى كده اللقاء الاول او الظهور الاول للمدير الفني الجديد، وانا مش بتكلم عنه هو تحديدا، انا بتكلم على المبدا. ساعات كتير بيبقى فيه مبدئيا كده كاريزما مطمئنه الى حد ما للجماهير، تقدر تستنتج ان الراجل ده مالك ادواته، عارف بيعمل ايه، بيتابعوا تصرفاته وتحركاته. اليومين اللي فاتوا كان في كلام كتير وصور كتير على تفقده حتى لحمامات اللعيبه، فقال لك للدرجه دي الراجل ده مهتم بكل كبيره وصغيره. صحيح، فدي حاجه كويسه. انت عارف كمان اللي اتعمل له كذا فيديو، وهو عنده شويه كاريزما، في ناس كده تقابلها بقى عندها كاريزما او يعني بتعلم معاك. هو الفيديو اللي اتعمل وكان وراه كابتن امير توفيق اللي هو كان هو انا شفتوش لا ده إيه كان نزل عندنا على القناه كان واخد جوله وبتاع، فكان عمال يلعب شويه مع المصورين وحطوا له اغنيه عليها، والناس كتير كانت كاتبه خلاص احنا حبيناك يا كولر. يعني عنده قبول، الراجل لذيذ، نازل بيهزر، مش نازل مكشر، مش نازل متوتر، فبيصدر التوتر ده. وده القبول المبدئي. المبدئي. ما نشوف بقى. بالنسبه للقبول، في قبول الحمد لله. حياتك عندنا بعد القبول. ادينا هنشوف ان شاء الله. خير ان شاء الله.